السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا بفيديو جديد مع وصفه جديده. اليوم انا وجدت معكم هذا الخبز، هذا البطبوط كيجي على هذا الشكل، هذا معدلته بالبرقوق والمعقنوس باش كنحصل عليها جوج لوينات. اليوم شاركت معكم هذو الالوان مفتوحه، ان شاء الله فيديو شي نهار غنشارك معكم بالالوان الاخرين. كيجي على هذا الشكل، نتمنى تجربوه ويعجبكم. وبالنسبه للبنات اللي باقي ما تابوناوش عندي، كنقول لكم مرحبا بكم تابوناو عندي باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. ويلا نشوفوا المقادير اللي غنحتاجو في هذا البطبوط هذا. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في البطبوط ديالنا، غنحتاجو زلافه ديال الطحين، الفرص، زلافه الفينو، المعقنوس، المعقنوس ديالنا تقدر لي نعوضوه بالبقول ولا بالسلق، مهم. انا اليوم اخترت نعدل المعقنوس وجوج برقوقات وخميرة الخبز مليحة، وغنجي نجمعوهم بالماء دافي بحال كنعجنو يعني البطبوط عادي. صافي، وفي الغرف اللي غادي نطحنو فيه اولف مونينيكس، غنعدل الربيع ديالي ونزيد عليه شوية الماء سخون وغنطحنو. صافي، من كنا كنطحنو نطحنو شويه الربع ديالنا مزيان، ونزيدو عليه جوج معالق د الفينو، نزيدو نطحنو باش يتسطح لنا مزيان. صافي، بعد ما طحنا الربع ديالنا مزيان، نجيبو الإناء اللي غادي نعجنو فيه، نخوي فيه هاد الخليط ديال الربع، وغنزيد النص ديال زلافة الطحين، ونزيد نص ديال الفينو. الفينو كنت زدت يعني هاد الزليفات غنعجن النص كلهم بوحديتو. وغنعملو شويه د الخميره، حنا غنعجنو الخبز عادي ونعدلو مليح. صافي، وغنجمعو الخليط بالماء دافي، لانه اصلا كان عندنا شويه الماء في يعني اللي طحنا فيه الربيع، تحتاجين البنزين وما محتاجين شي. صافي، غنجمعوها في ديك الماء اللي عندنا. كنظن انا ما غنحتاج شي الماء، جاني الخليط هو هذا. نزيد واحد شويه واش صافي. بعد ما خلطنا العجينه ديالنا بلا ما نحتاج ندلكوها ولا شي حاجه، غندهنوها شويه بالزيت بلديه، غندهنوها بشي قطيره تاعي ديال الزيت، وغنخليوها تخمر. واللي بغى اللون يجي يعني اللون ديالو اخضر اكثر، يستعمل البقول يعني، اولا يعمل كميه كبيره ديال المعقنوس. انا اكتفيت بهذه الكميه وحصلت على هذا اللون هذا، كيبان شي واقيلا مزيان، جا بحال بيستاجي. غير نغطي على العجين ديالنا وندوزو نعجنو العجينة أخرى. صافي، نفس الشيء غنطحنو به البرقوق ديالنا. أنا بعد ما نقيت البرقوق عملتو هنايا في الغراف، غنزيد عليه شوية د الما باش يتسطح لي الماء سخون دافي، وغنطحن. صافي، من بعد ما طحنا شويه الماء ديالنا، غنزيدو عليه شويه د الفينو، برقوق خليته القشور ديالو باش يحافظ لي على اللون. صافي، غنجيبو الى اللي غنعجنو فيه، وغنهبط نخوي فيه البرقوق ديالي. بحال اللي بغى اللون بروصه يستعمل برضه، برضه كتعطي لون مزيون. شي نهار غنشارك معكم عاوتاني البطبط بالبربه، كيجي مزيون. صافي، غنعمل الطحين ديالنا اللي بقى لي والفينو،
تاع الخميره ومليحه صافي. غنعملو شويه الماء سخون وغنجمعو هاد الخليط عاوتاني. الماء غير شويه حيتاش اصلا فيه الماء. صافي بعد ما خلطت العجينه ديالي غنذهب شويه الزيت بلديه ونخليه يخمر. غنجمعو شويه هيدا ما زدتلوش الماء لان الماء اللي طحنت فيه الباقور كافي. ثم على حساب اذا عملتو الماء شويه ملي تعجنو تقدر تعوضو بالبربه بالقرعه حمراء. المهم باش ما بغيتو كتعملو الخبز صحي وفيه الخضره وكلشي. صافي هاد العجين ديالي بعد ما خلطتو غنغطي عليهم ونخليهم يخمرو. وملي غيخمرو لي غنتلاقاو باش نشكلوهم. صافي هي العجينه ديالنا بعد ما خمرات غندوزو نشكلوها ونضاعف الحجم ديالها. صافي نبداو نكورو في شكلو في هادي في البطبوط ديالنا. نعملو كويرات صغارين الحجم اللي بغيتو. صافي انا نعملو قد هيدا ونزلو فوق المنديل ديالي باش يرتاحو. غنصنو الهيطة تنساليهم كاملين. صافي بعد ما شكلت هادو غندوز نشكل الاخرين. صافي البنات بعد ما هادي ما شكلت حتى هادو ديالنا ديال البرقوق يجيو على هاد الشكل. دابا صافي غنغطيهم غير واحد 5 دقائق وغندوز نطيبهم. انا نخلط ديال السخون ونقلص فيهم الكاقي ونعملهم يطيبهم. كيجي مزيانين البنات بالالوان. كيبقى اللون نتوما كتختاروا اللون اللي بغيتو الخضره اللي بغيتوها نتوما. نعملوهم رقاي وقيل كيجيو مزيونين ساعه تاكلوهم هيدا مع الزيت ولا تعمروهم بحال شكل بوكاديوس بالجبن باش ما بغيتو. مرة رشو شويه د الطحين باش ما يلصقوش معاكم. لكن حاولوا تمسحوهم ديك الطحين باش ما يجيش اللون ديالو ما باينش. صافي بعد ما طيبت اخرين ديال المعجنوس دابا كنطيب هادو. المهم كيطيبو كيديو شي وقت في الطياب بزاف. صافي البنات هو البطبوط ديالي بعد ما وجد كيجي على هاد الشكل هادا. نتمنى تجربوه يعجبكم. كيجي مزيون صراحة. تقدروا تستعملوا به لي ساندويتش تقدروا تاكلوه هيدا مع الزويته كيجي مزيون.
والصحة والراحة. وبالنسبة للبنات اللي باقي ما تابوناوش عندي، كنقول لكم مرحبا بكم، تابونوا عندي باش دائما توصلوا بجديد ديالي. والسلام عليكم ونهاركم مبروك.